أثر الأمن والجيش في مدينة كفر تهاريم. انتشار كثيف لعناصر الجيش في مدينة كفر تهاريم لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة الحرية ولمنع اللجنة من الوصول إلى مدينة كفر تهاريم. إدلب مدينة كفر تهاريم المحتلة. إدلب مدينة كفر تهاريم المحتلة. انتشار أمني كثيف لعناصر الجيش والأمن والشبيحة في شوارع المدينة، يقومون بمضايقة الأهالي ومنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة الحرية.